عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اش كتعاودوا؟ اش اخباركم؟ كلشي مزيان؟ المهم سمحوا لي، اصلا انا سوا خبرت سوا ما خبرت، فهمتوا؟ كتجيني زعما عادي وحق الله. كنشكر بعدا الاخوات اللي دائما تيخليو لي لي كومونتير ديالهم، دائما تيدعوا معايا، دائما صراحه تيعطوني واحد شويه ديال الطاقه الايجابيه بلي كومونتير. المهم غادي نقول لكم علاش كاتبه ان لله وان اليه راجعون في البروفيل. الخوت نهار اثنين ولا مات الحد، مات واحد الوليد ولد عمتي، مسكين تزاد باسبوع ومات. الله ان شاء الله يكون طير من طيور الجنه ويكون صدقه لوالديه، ان شاء الله يلقاو قدامهم. هذه ثاني مره مساكن تتي ولدو. الوليد الاخر كان صراحه فرحه وكلشي موجدين اسبوع وكلشي، وعاد مسكين مات، وهذا عاوتاني باسبوع هو يموت. وصافي الصراحه شوف شنو راه من نفسيتي اللي مازمه، مشيت غير نهار اللي جابوه والله الا غدا لي كيعيطوا لي وداكشي. اجي تصور والله الا ولا فيا يمكن التوحد ولا شي حاجه، مابقيتش كنبغي نجمع، مابقيتش كنقدر على الصداع، وليت غنغيب راسي كيضرني الدموع. شنو نقول لكم؟ الله يفرجها وصافي، الله يفرجها يا ربي وصافي. ولا كانت شي حاجه يا ربي ديال ربي مرحبا بها، ولكن راه شي حاجه الخطره فوق من ما كتخيلوا. تصوروا درت الرقيه ما خليت ما درت ما عرفتش، نصحوني بزاف، كنبقى نشوف انني خاصني نقرا سوره البقره كل نهار، الاستغفار وهادشي اللي كندير، ولكن راه شي حاجه اللي بزاف. مهم بالنسبه لخوتي خواتاتي الزوينات، غادي نشارك معاكم هذه الوصفه هكا باش ما يدوش الفيديو ممل. وصفه اللي هي زوينه الصراحه، شوفوا العرعار انا شديت وطحنته، وواحد دانون. مهم غنضحكم، واحد دانون عدو شهر دابا وشي حاجه فيليكسان، انا خرج في شهر 7 دابا راه شهر 9 كي خرجت المخا. كيعطي دانون مسوس، صحاب المسوس، وانا قلت له خويا عافاك هذاك مول الماكله عطيني، راه بغيت نديرو الوجه. ايوا هاني انا نشوف واش باقي مزيان ولا لا، نديرو الخوص مع العرعار ونخرقو كيف كياكل الغيسه. المهم راه باقي ما غملش، معرفش يدير لي شي حاجه الوجه، المهم باقي ما غملش. غادي شوفوا اخواتات غادي نخلطوا معاهم، المهم نخلطوا قدامكم وصافي. راه البقيه ديال الماسك راكم عارفين، باقي ديال الماسك راكم عارفين. انا ما نحتاج نزيد نطول الفيديو لانه عندي ستوكاج وباغا نحط فيديو قصير، كنستافدش ما كنستافدش. صافي العرعار اخوات شديت وطحنته الصراحه على يدي، هو ما منيلش مزيان، طحنته غير فواحد الطحانه ديال اللي قام جبتها من عند واحد البن ياكو. ودابا اختي نجيبو الخرقوم وما ادراك ما الخرقوم. صافي غنديرو لوجهي، عرفتو هذا تشقاو بيه بقى ماشي مشكل، انا كنخاف من داك الخرقوم باش يكون مخلط مع البزار. المهم هانتوما درت شويه الخرقوم شويه العرعار صافي. شوفوا ما عندكمش دانون مسوس، انا الصراحه كل ما كانش الدانون مسوس اللي عنده شهرين غادي نخلطو، غير نخلط هاد الماسك بالماء نيفكي ياكل، نخلط هاد الماسك اي بالماء وراه قريب يغمل وصافي. نديرو على وجهي خصو سيري تشقى، سيري ديري كاع اللي باقي لك سيري ديري. كاين نحس المليد كتبرد لك الغديد، ولا عندكم على العرعار بلا ما ديروا الخرقوم ديروا غير العرعار تيجي حتى هوايه. الصراحه العرعار تيحيد لي طاش، انا لاحظت كيحيد لي لي طاش حاجه وحده اللي ما بغاش تحيد. انتما الخوت قرب ليكم وجهها هذه وهذه
والله ما دهنا الخوات حتى شي حاجه. وهذه خلاص هذه عاجباني ماشي مشكل، هذه تقريبا غتولي خاله بحال هذه وبحال هذه. انا كان عندي الحبوب تيولي خالات، كيولي خالات عندي. صافي وغادي نديرو على وجهي هانتوما، شوفو اللويه اللي كيعطي. صراحه ملي كندير العرعار ما كيعطيش هاد اللون. المهم نخليكم في امان الله ودعواتكم معاه.